أصبح أداة في يد الأتراك، وبالتالي لا تمثيل للقوى الوطنية الديمقراطية. من أجل أن يكون هناك تمثيل وازن وفاعل لهذه القوى، سعينا كمجلس سوريا الديمقراطي كي نكون الرافع الحقيقي للدفع باتجاه إنتاج هذه القوة التي تمثل كل القوى الوطنية والشخصيات طبعا الوطنية الديمقراطية بدون أي إقصاء، وبناء على التوافقات التي يمكن أن نصل لها جميعا. هذا باختصار وبتكثيف اللجنة التحضيرية. الآن من اللجنة التحضيرية موجودين نحن حاليا 5 موجودين هون، مفهومين أنه نحن محتاجين لهوية جامعة لكل السوريين. هذا من جهة. من جهة تانية أن النظام، كل المستمعين بكل اللقاءات، أن النظام اللامركزي بدون تحديد هذا الشكل، هذا النظام اللامركزي هو كفيل بعدم عودة الاستبداد من جهة، وأيضا هو كفيل بإعادة التنمية وبناء سوريا القادمة. من أجل ذلك رأينا أن يكون هناك توافق بين السوريين حول هالمفهومين. طبعا يمكن بلور بعض المفاهيم الأخرى لاحقا باللقاءات القادمة، وسيكون هناك لقاء في بروكسل في نهاية هذا العام، وبالتالي كل ما يتم تداوله من آراء ومقترحات ضمن هذه اللقاءات سيتم تزويد هذا اللقاء بمقترحاتكم وسيتم نقاشها لاحقا. الظروف الموضوعية، جميعنا يعلم أن العلاقات الدولية غير خاضعة للمنطق، لا يحكمها المنطق. بل أكثر من ذلك، اليوم نرى أن صديق العدو هو حليف لنا، يعني صديق عدوك بدل ما يكون عدوك هو صديقك. ما بعرف كيف ممكن نقابل المعادلات بصراحة. لم نشب على هكذا تربية سياسية وأخلاقية، أن نرى الصديق يتعامل بنفس المستوى معنا ومع عدونا. سوريا الجديدة لا يجب أن تكون حقل تجارب، ولكنها بالتأكيد مسرح عمليات إقليمي ودولي. لكن يجب أن يفضي إلى وطن يلبي طموح وإرادة السوريين، ولكن بدون طوباوية، يعني ضمن الممكن، يعني تدريجي تأهيلي. ليس هناك عصا سحرية أو قوة دولية تنقلنا ببساطة إلى ضفة جديدة، لأنه سيكون لدينا تجاهها ارتهانات. الحل السياسي ليس بيانا يتلى وألوان. وأسأل قيادة مصر التي تحاوره، هل تقدمت دمشق بأي برنامج، أو هل تمتلك مثل هذا البرنامج؟ نقترح مؤتمرا وطنيا جامعا للسوريين بضمانات دولية ملزمة يرسم مخرجا حقيقيا للبلاد يشارك فيه الجميع، وفي المقدمة مسد ودون إقصاء لأحد. أما المكان فيمكن أن يتوافق عليه السوريون بما يضمن لهم حرية الرأي والقرار والآلية لتطبيق ما يتوافقون عليه. البعض يطرح أن يكون المؤتمر في دمشق. من حيث المبدأ الطرح صحيح وجيد، لكن السؤال، هل يستطيع الوطنيون السوريون أن يمارسوا حرية الرأي ويضمنوا استماع الآخرين لهم دون شرط تدمير؟ المجتمع الدولي ليس لديه الرغبة لإيجاد حل سياسي لسوريا. كل من يراهن على المجتمع الدولي أو الإقليم لإيجاد حل سياسي لسوريا فهو يحلم ويعيش في أوقات غير الأوقات اللي نعيش فيها. الحل السوري ينبع وجوده من قبل الشعب السوري حصرا. الشعب السوري طبعا مشرد، لو كان موجود في كتلة معينة واحدة فباستطاع للشعب السوري أن يغير، لكن الشعب السوري مشرد لكافة أصقاع العالم ومهدد ويعيش تحت خط الفقر. الشعب السوري في داخل سوريا كذلك يعيش ويئن تحت الضربات الاقتصادية. المشاكل اللي عم تحصل عندنا من وجود لخلايا داعش، وجود لخلايا الميليشيات الإيرانية، أيضا خلينا نقول حالات التهريب
اللي أصبحت على العلن عبر المعابر الغير شرعية، المعابر النهرية، سواء كان المواد المخدرة أو السلاح. قبل البدء بالتفكير بالحل السياسي، علينا بداية أن نحاول أن نحل جميع هذه المشاكل لحتى نكسب ثقة الناس. وبسبب عدم تشكل هوية وطنية سورية منذ عام 1946، إضافة للقمع والاستبداد المحلي والمناطق والهويات الذي مارسه النظام السوري طيلة 40 عام، تحول الحراك الشعبي السوري بعد 2011 من صراع سياسي اقتصادي إلى صراع طائفي أنتج دماراً وتفسقاً اجتماعياً هائلاً.